اللي بيقع، شعر خفيف، شعر بذور الكتان. الكمية بقى على حسب مزاجك، شعرك طويل زودي، اصل انا عامل يا فانا حطيت عشان انا عامل. هتقولي قد ايه؟ اقولك كوباية معيارية، دي 1 كوب، حطيتها في حلة، دي حلة على فكرة، كوباية معيارية من بذور الكتان، فلاك سيد for the British and the American follower. فلاك أنا I seriously in love with it. Yeah. Let's do the other one. إيه التانية؟ هي أوراق الكاري. أوراق الكاري، أوراق الكاري ده بيكون شكلها اهي أمام الكاميرا، تقدري تجيبيها من عند العطار. أوراق الكاري جبارة لتطويل الشعر وتتقل. أوكي، أوراق الزيتون، أوراق الزيتون اللي خفيت منها لما كان عندي مشاكل على الكبد، الكبدة يا أوراق الزيتون برضو من عند العطار، والكمية على حسب الرمح المسمار يا and حلبة حسب الحلبة، الحلبة بتاع الفيديو اللي عامل 2 مليون في خمارتي يعني هنا، و2 مليون في الانستا، ونص مليون في اليوتيوب. الحلبة الحصى والقرنفل في الملعقة وملعقة، اذا حابة تزودي وعندك خلاص لا لسه متروحيش الحمام بقى دلوقتي، ركزي. عشبة ديل الحصان دي شكلها، عشبة ديل الحصان برضو من عند العطار. اكتبي المكونات في اجندتك او في ورد عند اصلا خضر العطار في الحسين يا وفجأة لقيت راجل زغلول ماسك ورقة مكتوب عليها فوق خلطات ابي للتساقط، وكاتبة بذور كتان وحبة سودة وقرنفل، كاتبة له الحاجات اللي انا، ومجرد ما اتكلمت الراجل عرفني من صوتي، طلب مراته على التليفون وانا فتحت معاها كلام، وقالت لي ان هي بتتابعني من 3 سنين، ده زمان الكلام ده. طبعا مكوناتك موجودة في حلة، يمكنك نقعها على فكرة قبل النوم وحطيها على النار الصبح، يعني ده لو انت ست لازي بط، ولازي بط ده انجلش، لو انت ست كسلانة يعني حطيها من بالليل alright وغطيها وخشي نامي، الصبح حطيها على النار بس اوقت تسيبيها بتفور alright. ادي خلطتك اهي، هتحطيها على النار اذا المية دي سخنة، وهتاخدي خلاصة بذور الكتان المغلية مع أعشابك الجميلة دهية، شوية شوية وحاولي تصفي وهي لسه دافية. التريكس هنا ان احنا ما بنصفيهاش لما بتبرد عشان تبقى سهلة، يا بابور من الفلاكسيد بتاعتي alright، وهرجع الحل هنا واصفي ابابور. هذا هو لونه امامك، وهذا بيجامه يس. اوكي، حلة تانية، رز مشطوف ومتصفي من المية، شوفان مشطوف ومتصفي من المية، نص كوباية ونص كوباية للناس اللي معي يا فوق الرز مع شوفان، والكمية على حسب طول شعرك. زودي عشان انا محتاجة خزيني خلص، وحطه على النار، وشوفان بتاعك علشان النشا بيدي لمعة جبارة للشعر بيتقل كمان. ازيك يا اختي، عاملة ايه يا بنت الورمة؟ ياه، اتي ملعقة كبيرة من اللي بتكلين بيها رز، وخدي ملعقة كبيرة من النشا هنا، وكمان ملعقة كبيرة من النشا هنا، ف
فوق ايه؟ فوق الشوفان المسلوقة مع الرز وبيضة ما فيهاش كتكوت. انزلي بقى بيضة. ايه ده انت هتعملي كيكه في شعرك في لف؟ واروح معامله لك خزين بتاعي في الفريزر اخليه عشان لو انا بقى ما اشتغلتش شويه وحد سد نفسي اروح قاعده مروح نياتي اليط. يس انت هنا ان انا هنا يا اختي. حطي بقى بذورك التين بتاعتك اللي مغليه مع باقي الاعشاب المتصفيه هنا. بابور الاول صفار البيضه والبيضه الكامله مع ملعقتين النشا. جوه الخلاط. اوكي هنضربيهم مع بعضياتهم ضربا مبرحا. اوكي هنضربيهم مع بعضياتهم ضربا مبرحا الاول شويه. اوه ما تنسيش يا اختي نقطه العسل لو عندك. طلع شعرياتي اللي بتطول بسرعه بيديني نتيجه. ده يس ملعقه عسل حلو. ما فيش ما تتنسي محضراه عندك من قشرة البرتقان. بقشرة البرتقان اهي. ليه يا ابي بتحطي الخلطة دي هيا على دي هيا؟ لان الاعشاب بتاعت اوراق الكاري ريحتها قوية ممكن تخليكي ما تحبيش ريحة شعرك من الحلبة والمواد اللي حطيتيها بعد لما تغسليها. فده بقى هنذكر اللي هيضيعلك المواد دي كلها. بما ان اوكي قعدتي زبدة الشيا بقى يا اختي اللي بتخلي الشعر طري ومرمر. ده ملعقة كبيرة بقى وحفي حفي. يس زبدة الشيا زبدة. وقعدتي زيت الجوز الهند المجهولة اللي هوية متكفل من يوميها اهو. ملعقة كبيرة قوي من زيت الجوز الهند واحد. بسم الله الرحمن الرحيم ما تستخسريش في روحانياتك وخشي على النار سيحيها. يلا خش خش على النار عند سيحيها. يس وخش. شوية في الاخر على قد استعمالك دلوقتي. اللي بتشليها في الفريزر وتخبيها بتطلعيها وبتضيفي منها واحدة على الخلطة دهيا. كده يبقى انت عندك ايه؟ عندك خلطتك جاهزة بتحطي بس عليها اضافاتك الاخيرة على حسب. اما لي خازوق هرمي. يس شوف يا ريس دمي ساح. اه والله